أنا أعتقد أنه هي اتفاقيات شكلية يعني بصورة عامة، لأنه مثل ما ذكر ضيفك الكريم أنه لا يمكن للشركات أن تذهب وتوقع اتفاقيات إذا ما تكون أرضية صلبة، أرضية سواء كانت من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية. أعطيك على سبيل المثال، وقع العراق اتفاق مع شركة يونانية في محافظة الأنبار بمليار و200 مليون لإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية. من 2016 ولحد الآن لم تستطع الشركة أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، بسبب أولا ربما الفساد، وبسبب الوضع الأمني، خاصة عندما كانت أيام داعش وبعد داعش ما استطاعوا أن يحققون، والشركة لم تتقدم أي خطوة إلى الأمام. وهذا ينعكس على الشركات الكورية والشركات الصينية. كثيرا ما سمعنا عن الاتفاقيات على عقود في الكهرباء، في الزراعة، في الصناعة، لم يتحقق منها أي شيء.